كان القرآن كلما نزلت منه آيات على رسول الله أمر بأن توضع في مكانها كما أوحي إليه، حتى اكتمل نزول القرآن ورجعه معه جبريل عليه السلام قبل وفاته. فجاء ترتيب آيات القرآن توقيفياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تقسيم المصحف إلى أجزاء كما نعرفه اليوم فلم يكن قائماً على عهد رسول الله، بل جاء متأخراً، وأول من أمر به كان الحجاج تسهيلاً لتعليمه وتلاوته. فقسم المصحف إلى 30 جزءاً بحسب عدد الحروف، ثم قسم الجزء إلى حزبين، وكل حزب إلى 4 أرباع. وجاء ترتيب الصور في المصحف بحسب ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبدأ مع الجزء الأول، يبدأ الجزء بفاتحة الكتاب، ويستغرق من سورة البقرة 141 آية. أما موضوعه الأساسي فهو الاستخلاف في الأرض وبيان مسؤولية البشر عن ذلك. جاء توزيع الموضوعات التي تناولها الجزء كما يلي: بدأ الجزء بفاتحة الكتاب، وفيها موجز شامل لأهداف القرآن كله، عقيدة وعبادة ومنهاج حياة. ثم تبدأ سورة البقرة بالتعريف بأصناف البشر من ميزان الإيمان والكفر، ففيهم المؤمنون والكافرون والمنافقون، وأفردت الآيات تفصيلاً لكل صنف، نال المنافقون التفصيل الأطول. ثم عرضت الآية لأول تجربة استخلاف على الأرض، وهي استخلاف آدم عليه السلام، وبدأت الحكاية من بدايتها من خلق آدم، وكيف كان خلقه اختباراً للملائكة، فمنهم من سجد ومنهم من عصى، ثم كان الاختبار لآدم نفسه ولذريته من بعده. وعلى مدى 5 أرباع تالية ستحكي السورة حكاية أمة استخلفها الله على هذه الأرض لمدة طويلة، هم بنو إسرائيل، أصحاب التجربة الأقدم في الاستخلاف والرسالات. ثم تعود السورة زمنياً إلى الوراء في الربع الثامن والأخير مع قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لتعيد تأصيل العقيدة من منشئها، وإيضاح أن أساس الدين واحد، ومركزية العبادة واحدة من أقدم العصور. لم يحتوي الجزء الأول على أحكام أو تنظيمات اجتماعية أو سياسية أو عسكرية، إنما جاء مقدمة تعريفية بالإنسان ودوره في الحياة، إضافة لعرض تجارب لكل من كلف بهذا الدور وفشل، ومن كلف به ونجح. بالتلاوة نزداد تدبراً فيما جاء في الجزء الأول من القرآن، ونلتقي غداً مع جزء جديد وآيات جديدة.